عالم معزومين وجايب لي واحد اسمه بردوق على الكمان وحجوج عليه قاع وعجينة على الورق تحتصل. شبيهم؟ ما عندي مشكلة بس المضرب اسمه جوجل تحتصل دور. لحظة استاذ بس هم دول الموجودين كانوا. اوكي بالمرحلة الراقصة شنو وضعها؟ شبيه خوش بنية؟ ما اعرف مؤدبة حبوب بس بس مليانة تجيب ارشق. صح اليوم نبدلها صح توم. يربى لك تم بشغلك ابني. استاذ عندي بس سؤال بسيط انا ما ارضى ضوجك وتعبك نجيب جوجل يوم؟ ما شو نجيب جوجل بارحه جهال المنطقه يغنون صعد جوجل ابو الحنجره المفتوقه صعد جوجل يعني فضحنا عندي غير خيار نجيب طحمور طحمور؟ اي طحمور زين بس عنده مشكله بطلع الشتاء في حرام يلا ما يخالف بس اهتم لي بالراقصه بشرفك تمام استاذ تومر يا خوش ابني اعتبرها مثل اختك مثل اختك تعتبرها نعم نعم استاذ ولا شو الموظفين قاعدين؟ استاذ عندهم طلبات. يعني بالدار؟ اي استاذ عندنا بالدار. اي نعم. ولا يطبون. تمام استاذ. استاذ لي شوية. صباح الخير. طبعا ولا لا. طبعا انا جايب موضوع، هذا الموضوع. لحظة. وما تقول استاذ انت. مجهول مجهول، مدير مجهول. الصباح. مجهول. ما حد ما يقول استاذ. عادي ما نستجيب استاذ. اي استاذ. شكرا من حكي هذا. ضرب لي ثاني. قوم مدير يريدك استاذ شنو الحال يا حال يا حال شنو الحال المدى يا حال يا حال الله اكبر عليك شلون افتهمت استاذ افتهمت عيد استاذ شنو حال المعلم هون المقلم ما حال على الترمس شاحين وعار وعار بالباب لنا حال وحال الحين لنا ضرب رايتي لنا حال على جاهز؟ أي نعم. بين عند وضع عاصم الزور إيش عند قناة؟ نعم نعم. يعرف يسوم الزور؟ لا لا ما يعرف. ما يعرف يسوم. صريح ابن صريح. مدير مشغول. يطلع. أكيد. يسوم يعرف يسوم. دقيقة دقيقة. إحنا بهاي الدائرة لا. الله يسوم ما تقول استاذ أنت شو ما يقول. عندك اجتماع. صريح. شوقي أدب الموظفين شوقي أقول لك أستاذ بابوني طلب يقابلك أستاذ حلو أنا قلت قلت الداقب ما يستاهل أوكي مرحبا أستاذ شوف شو يقولون أستاذ سمعي ركز روح البيت تدرب قدام المراية قول أستاذ 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 على ما تتعلم أستاذ الله يخليك أرد أفتهم شنو أنا الغلط اللي مسويه حتى تنقلني وتعاقبني أنا ما تعرف ليش إنه فلان؟ لا. ليش تنقل مهتم بنفسك أنت ورحيتك حلوة شعرك حلو تلبس أوتفيت ما أعرف منين يمكن هم من نباعي فدير بالك على نفسك. أستاذ أنا شنو ذنبي؟ يعني الناس تقول لي أنت وسيم بنية تنعجب بيها مو معناها ذا نفسك. أستاذ بس شوف إيش لابس بس شوف إيش لابس. هذا قريب قديم بس عليه طالع حلو ما أعرف شنو. أنا شنو أريد أسأله شنو؟ اريد سبب منطقي وواضح انه انت ليش ده تحاربني وده تنقلني شوف ابني انت الفتره الاخيره ما عرفت شيء واحد واخو اثنين وعلاقه نفس الموضوع وبنفس الوقت واحد استاذ والله ما دا نفهمك من تحكي بهاي الطريقه كل شيء ما نفهم ابني هو المدير لازم يكون مو مكشوف مو مفهوم فانت من الخطا ان تفهم المدير لازم يعني يظل غامض دائما فهمتني انت المدار يعني فهمت من عندك ما ترضى على نقل الدابة اي نعم استاذ يلا نقل الشمشم وانا اطلع برا تعال تفضل يا استاذ استاذ شفت شفت شلون حلوه بحلق الموظف الاستاذ يلا توكل برا مو شكل النهضه اسمع لقد بلغ السيل الزبا انت شو ما تقول استاذ اطلع
اطلع مره اطلع لا بس اقول لك اكو مو بس انا زبونه لا ولا سيل ولا سيل عادي احكي هذا تمام موظفينك شوقي هذا بطل الحليب متنسب حليب دازني عليه لان دشاني وصيتك على بطل حليب انت خابرتني قلت لي اريد حليب ابني خابرتك قلت لك انتظرني بباب الحديد انت ما تسمع لو شنو شو اسمع استاذ انت خابرتني بالحمى وصوت صدي وغرغره وانت وجه بوجه ما تنفهم لا لا تمد يدك عليه لا هذا شويه يعني هو السائق اللي يجيب البنات يرجعهن ويعرف كل اسرار شنو هذا حليب حليب متنسب كامل الدسم يلا اوكي في كالسيوم في توكل توكل والله انا عندنا عجزنا اللهم اللهم الجوال صباح الخير استاذ صباح العصفور ما ندير اللي يوصل اخباره اي استاذ هو استاذ برا صاير لغط وقاعد يحجون عليك وقال المدير وحكي المدير بس انا ما عليك قلت شعلي يعني بس سجل الشيء ونعم لا استاذ انت تعرف باخلاقي ما اسويها بس هاي التفاصيل اسويها؟ نعم هاي عود ما خالدني كورطي لو خالدني شلون ابني عشان عشان هيك حتى الحفلة مال البارحة مذكورة جوجا وعجينة حتى اسمع الفرقة عفي عصفور لحظة خلي أكرمك نعطيك عصفور عشان نعطيك نعطيني البطل مع الحليب فخر صناعة أبو قريب شنو حمية أنت شلون حمية حمية على مود فائد مالته خوش ولد هذا جيبه من بالمزرعة تمام خاف يصير قشب بالمزرعة شيء فاعلك هاي استقالتي شنو انت اسخف مدير شفته بحياتي شو انت ما تقول استاذ لك يا استاذ ولا اقول لك استاذ اصلا خليها حسره بقلبك لك انت واحد ما تفتهم انا ما افتهم انا اللي طورت الشركه سويت براسكم حظ ايش طورت تجتمع بينا نعطيك حلول ومقترحات تقول مرفوضه تجي ثاني يوم تحكي لنا نفسهم مو مكافاتكم وديتكم افادات يا مكافات يا افادات المكافات والافادات معروفه المن الواسطات والنسوان تزهم باريس بيروت واحنا نروح الغرباء بابل بعقوبه بوبشام هذا رايك مو راي الموظفين لا هذا راي الكل بس هو صوج بالموظفين برا متأذين يحجون عليك يجون هنا يسووك أحسن واحد وأولهم هذا حنونو لا أنا فاتح باب وقلب الكل لا أنت فاتح إذنك تسمع الما يسوى والما يسوى عليك اسمع لك هاي استقالتي وقعها أنا واقف برا وأنت اللوق يجيبها بيدك هذا أول مرة أضرب عصبي هالكتاني أقول لك مدام تأزم الوضع جيب جوجل اليوم جيب جوجل تمام انت خوه ما بلغ الطعمر لا ما خابرت ايه همسي لان جوجل ارخص وخلي غنون اليوم من يجي صعد جوجل واحلى ورقه محروقه ولاية بطيخ على 1001 وبس اشترك هسه